يا بني كاين زوج جزائريين عندنا هنا يوم داروا حادث. شوف انت كيف تدبر راسك وتيجي. ما هو ما كسر راسو، ما قلق روحو، ومسكور وما تحملش المسؤولية. هو السفير اللي بعثته الجزائر وموكلته على الدولة الجزائرية، ما دار والو. بني ميطاجي تما في الكوما، بني مات وهو لا حياة له من شخص من عامة الناس راح شافها. وبعد شخص من عامة الناس، بعد مرأة من عامة الناس، وهي ذات راحت بعثت راجلها، راح للسبيطار، صوروا بالحيلة من الكارو. وبعثت هي الراجل، بعثت هي لخالها بشار وقالت له بارطاجيه. كي سمع القنصل ما عجبوش الحال، قال لها نورمالمون ما تصوريهش، انا بعثتك باه تشوفي برك وخلاص، علاه رحتي صورتيه؟ هذا قنصل وسفير. حنايا حيين هنايا، الجزائر ما دارت لهم والو، واموات ما دارت لهم والو، ما وقفت عليهم لا حيين لا موتى. ما يهزش خلاص، البارح حنا نهضروا معاه ما حبش يهز علينا خلاص. كوبا قفل التليفون خلاص، الفايبر ما كان والو. المينيستر اتصل بهم، يوم يهضروا لك زي غدوه، يهضروا لك زي غير غدوه، يهضروا لك زي ولا لك هضرت معاه تقول له هضرت معاه يتهربوا. اكل يقول لك خطينا اللي هضرت معاك الباب، وانت عم بالك بلي هذا هو نفس لافوا، نفس لافوا، نفس كلش. حتى هضرت معاه وقلت له خي عندك الاولاد؟ قال لي عندي الاولاد وعندي زوج اولاد، وعلى باله شكون هو هذا اللي قاعد يهضر معايا بلاكسون قبايلي، وعم بالي به شكون هو. ولادي مطيشت من غير على خالد، خالد هو حياتي، خالد هو حياتي، هو اخرتي، هو تهوني بربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ولكم جاهدت كيف وزارة تاعنا ما يهزوش عليك، السفير ما يهضرش معنا خلاص، غير يقول الوحدة هاو نشوفو هاو نديرو هاو نعلموكم. الجزائر ما عندوش يعني سفير في مقدونيا، عندها في رومانيا، عندها غير في رومانيا وبلغاريا، وما داش اجراءات لازمة يعني ما داروا والو. درك مخلينا شفت كيفاه كي تشعل النار، النار هي شاعلة وحنا في وسط النار. يا خويا جيبوا لي ولدي، انا ما نحوش على هادي، جيبوا لي ولدي برك قادر نسلك. سمعت انا جيبوا لي شوف بلي ودفنوا خير من الدنيا وما فيها، ما يخليوناش في الجبر ولا هذا كان خلاونا في الجبر، هو ربي يعلم بهم شر رمضان. اما مثلا يا في الجمر تعود لي